صراحة يا برج الميزان، عم شوف في منكم اللي عم بمر يعني بمشاكل كثيرة، يعني خليته تعبان كثير وزعلان، وشايفاك يعني بعدك عم تراقب الوضع. كذلك في شوية خلافات، يعني في منكم اللي عنده خلافات مع الإخوة أو مع شي حدا كبير بالبيت، يعني ممكن تكون الوالدة أو الوالد، يعني ولكن ما برجح الوالد، يعني شي حدا كبير هيك. كذلك عم شوف يعني في منكم اللي شايفاه مركز على اللحظات السعيدة اللي كان بمر فيها، سواء بالأسرة أو سواء مع شي حدا كان بحبه، وشايفاه قاعد زعلان على كوباية الحب اللي ممكن انه خسرها، او ما كان بده الشغلة اللي صارت، سواء كان انفصال، طلاق، شغلة هيك انه تصير. فشايفك قاعد زعلان وماسك الكوباية يا برج الميزان. كذلك في منكم يعني اللي قاعد عم يستنى قرار، يعني سواء كان قرار او محاكمة، يعني ممكن يكون شغلة متعلقة يعني مثل طلاق هيك، شغلة شي قرار، حكم، نفقة، أوراق، يعني شغلة في الموضوع هذا. كذلك في منكم اللي شايفته يعني تعرضوا لخسارة في علاقة أرهقته وخلته يعني كأنه صار حدا لحاله، فشايفة منكم اللي دخل فترة من البحث عن السلام الداخلي، كأنك بحاجة إلى وقت بمفردك لتفهم ما حصل وتفهم نفسك بشكل أعمق يا برج الميزان. فعم شوف كأنه في حدا عزل حاله خلاص بعد المتاعب اللي مر فيها، يعني وكأنه انسحب، يعني انسحب نحو نفسه للتعافي من الموقف الصعب اللي مر فيه. كأني عم شوفك عم تمر بمرحلة غير اجتماعية، كأنك واخد جنب، كأنك لا ترغب في التفاعل مع الأشخاص، لأني يعني عم شوف حدا منفرد. فأنت يا برج الميزان، الناس اللي يعني في الحالة هذه فهم يحتاجون إلى الخروج من هذه الوحدة، وهو هذا هو الشيء اللازم للشفاء من حسرة الماضي. فأنت يجب أن تتغلب على الشغلات اللي صارت من الماضي. فكذلك في منكم اللي رغم الشيء اللي صار مع الشخص هذا أو مع العيلة، فبعده بيراقب، سواء كان بيراقب حدا من العيلة أو عم بيراقب الحبيب أو الزوج، يعني هذه أمور خاصة بالأسرة. ممكن يعني أحيانا بيكون الحبيب يعني بالنسبة لنا حدا مهم، فممكن يكون هو كذلك. فشايفاه بعده عم بيراقب العيلة أو الحبيب. كذلك في منكم يعني اللي ترك الأحداث تستنزف كل طاقته، وحاسس كأنك لا تستطيع الاستمرار. شايفاك مريت بوقت عصيب، سواء سوء المعاملة أو خيانة الأهل، الأقارب، يعني فالورق بيطلب منك يعني الاستمرار حتى إذا كنت في أسوأ حالاتك. فأنت تحتاج إلى جمع قوتك يا برج الميزان. كذلك تدل الورقة على أنك أنت وشريكك أو أسرتك يعني قد أصبتم يعني بجروح، يعني في جروح في العلاقة. فبيقول لك الورق لا تستسلم. كذلك في منكم اللي عم بيخبرهم التارو، انه الشخص يعني اللي دخلته لحياتك هو يستحق حبك، فبيقول لك حافظ على قلبك حتى تكتسب ثقته.
سواء كان الحبيب أو شخص من العيلة يا برج الميزان. كذلك عم شوف منكم اللي بعيد عن الأسرة أو عن الحبيب، وممكن يعني كان شوف كأنه يعني بعاد عن بعض، ممكن يكون كل واحد بلد سواء كان الحبيب أو الأسرة. فشايفك حزين يعني، وعم تراقب يعني عم تراقب الحبيب بخفية. إذا كان الموضوع هذا ينطبق على الحبيب، فأنا شايفة إنه في مراقبة للشخص هذا بتخفي، وعم شوف خيبة أمل، كأنه الشخص هذا في عنده خيبة أمل من موضوع أو اتجاه الشخص هذا، فالشخص هذا حامل كاس الحب وهو حزين. وشايفاك في مفترق الطرق، يعني مش عارف تاخد قرار بشكل مضبوط بخصوص الموضوع هذا، لأني شايفاك تعبان. فالطارو بيقول لك تحمل واستمر في طريقك، فأنت قادر على تجاوز الموضوع كيفما كان، وقادر على إصلاح الأشياء. هذا فيما يخص الأسرة. راح نشوف الحين ما هو عاطفي. بصراحة في طاقات، يعني كنظرة عامة في عندي طاقات كثيرة في القراءة هذه، في طاقات كثيرة وأبراج كذلك. أنا راح أحاول أسرد أكثر الأشياء، وإن شاء الله تنطبق على أكبر عدد يا برج الميزان. فأنا شغلات راح أحكي فيها وراح أرجع أحكي فيها مرة تانية. يعني بشكل عام يعني بشوف في مراقبة، في حدا بيراقبك يا برج الميزان، في شخص من الماضي متعلق فيك. راح نبلش. في ناس بعلاقة يعني حلوة مع بعضهم، هذا بشكل عام. ففي عندك يا برج الميزان حدا من الماضي، لأنه في بيناتكم في ذكريات هيك شغلة، في حدا من الماضي أو الحبيب كتير بيحبك ومهتم فيك رغم الشغلات اللي صاير، أو حتى إذا كان مطنش وعامل حاله مش فارقة معه. الشخص هذا طالع عندي، فكأني شايف الحبيب يعني عامل حاله مو مهتم مطنش، ولكن بعده بيفكر فيك. والشخص هذا شايفاه يعني عم يسعى للحصول عليك، يعني الشخص هذا باغي يحصل عليك أو الرجوع إليك، هو بده يرجع إليك، هو غير راضي تماما. الشخص هذا غير راضي تماما عن الشيء اللي صار. وبصراحة الشخص هذا هو إنسان ناجح يعني، ومهتم بشغله سواء كان بالبيت بالشغل، يعني كأنه عم يستنى منك، شايفاه كأنه عم يستنى منك خبر، رسالة، أنك تاخد قرار، أنك ترجع إله. وهو صراحة بيراقبك، الشخص هذا عامل عليك يعني بيراقبك ومهتم فيك ومستنيك. والشغلة اللي اجت بعده شو؟ الشخص هذا متعلق فيك، الشخص هذا متعلق. وبصراحة هو حدا شخص طيب، الشخص هذا انسان طيب، يعني مش نيته سيئة او هيك، وبيحبك. وفي اللي بيتوجع كثير من فراقك يا برج الميزان، ممكن يعني الشخص هذا يكون قطع معاك، يعني ممكن يكون بسبب مشاكل أو إلقاء اللوم على بعض، أو العلاقة هذه تعرضت لدخول شخص ثالث، يعني أطراف ثالثة كانت السبب. ففي الحالة هذه بيقول لك التارو يا برج الميزان، لا تترك الآخرين يدمرون ما لديك يا برج الميزان،
والشخص هذا عم شوفه مستعد للمنافسة من أجلك يا برج الميزان، وبصراحة عم شوف طريقه كأنه صعبة يعني، أو في شغلات بيناتكم ممكن تكون 7 عوائق، لأني عم شوف في عندنا 7 of wands يعني، أو ممكن في اختلافات بيناتكم، ممكن في طريقة التفكير، عادات، في مسافة بيناتكم، أو أنتم بلدين مختلفين يعني، لأني عم شوف في مسافة، الشخص هذا باغي يوصل لك يعني، بده يوصل لإلك يعني، عم شوف في حاجة واقفة بيناتكم. 7، الرقم 7، كأنه في عوائق أو في حواجز يا برج الميزان، والشخص هذا بيفكر فيك كذلك، وكذلك بيفكر بوضعه المالي، ممكن تكون عنده يعني مشاكل مالية، لأني شفته غير راضي عن الوضع اللي هو فيه، سواء كان الوضع اللي صار بيناتكم أو اللي وصلكم للشغلة هذه أو وضعه المالي، فأنا شايفاه مشغول، مشغول بشغله يا برج الميزان. ممكن يكون الشخص هذا فتح مشروع، كذلك عنده إلك ذكريات، هو على طول عم يتذكر الذكريات اللي بيناتكم يا برج الميزان، عم يتذكرك بكل اللحظات يعني، كل فترة مرت يعني بيناتكم بتطلع له ذكريات منك، وبيركز على الشغلات اللي صارت، عم يطلع على شغلات جبتها له أو أنت أعطيته إياها يعني، بيرجع للأحداث واللحظات، ف يعني مبين عندي كأنه إنكم منفصلين، لأني عم شوف مسافة يعني بيناتكم، والشخص هذا بفكر فيك كتير ومتعلق كذلك يعني، هو شايفك يعني الشمس والفرح، وكأنه يعني تعود عليك واللحظات الجميلة، هو بيراقبك يعني بصراحة كثير. أما أنت يا برج الميزان، أنت شايفك يا برج الميزان متمسك بالحبيب، أو متمسك بموقفك، وشايفاك حاليا يا برج الميزان في مفترق الطرق يعني، كأنك مش عارف تاخد قرار حاسم في موضوع، أو أنت متمسك بأكثر من شخص يا برج الميزان، ومش عارف تختار بيناتهم، فممكن تكون في علاقة ثلاثية، ولكن أنا شايفاك يعني بشكل كبير، أنا حاسة يعني إنه العلاقة هذه جاية من طرفك، وشايفاك يعني إنسان جميل ومهتم بحالك يعني، ومتزن ومركز ومتمسك بموقفك أيا كان، وشايفك بعيد شوية وقاعد عم تفكر، وكأنك يعني واقع في مفترق الطرق، فأنت يا برج الميزان لازم تاخد قرار في الوضع هذا، سواء كنت بتختار بين شخصين يعني، شخص قديم وجديد، أو أنت بعلاقة ثلاثية ومتزوج يعني، أو حتى إذا كنتم منفصلين يعني وبتفكر فيه شخص قديم، أو تبدأ بداية جديدة، فأنت لازم تاخد قرار وتطلع من طاقة الانتظار اللي أنت فيها، لأني شايفاك يعني في عندك طاقة انتظار يا برج الميزان، فأنت لازم تاخد قرار وتطلع من الطاقة هذه. كذلك في منكم يعني يا برج الميزان اللي شايفاه تعرف على شخص جديد، ولكن بعده بيفكر بالشخص القديم ومتمسك فيه،
داخليا. ففي الحالة هذه أنت لازم تاخذ قرار وتخرج من الحالة هذه وتحط النقاط على الحروف. كذلك في منكم اللي تعبانين كتير من انفصال صار أو طلاق بسبب يعني علاقة ثلاثية، بسبب علاقة ثلاثية، ممكن شخص فات عن العلاقة، إني عم شوف في جرح بقلبك يا برج الميزان. في منكم اللي حاسس حاله وحيد، حاسس حاله يعني وحيد وتعبان، كأن العالم يعني تخلى عليه، ممكن تطلع بالصورة، كأنه عم يسأل حاله ليش صار معي كل هذه الشغلات، وليش ما ساعدني حدا، ليش الله ما ساعدني في الوضع هذا، سواء كان انفصال أو طلاق. لأني فعلا في عندي يعني في طلاق. راح أسحب ورقة، هذه كانت هون، راح نشوف الورقة التالية لنشوف هالجرح هذا ليش. لا احنا راح نشوف الجرح، ما راح نوضحه، توضيح لبعدين. شفتوا شو طلع؟ يعني لاني عم شوف في ام حزينة عندي، لهيك يعني انا كذلك عم شوف عندي المطلقين هون. في منكم اللي تعرضوا للطلاق بسبب شخص فاز على العلاقة خيانة مع طرف ثالث، طرف ثالث فات، سواء كانت العيلة شخص ثالث، بس عم حس أكثر إنه في شخص ثالث فات عن العلاقة. فرح نكمل، ولأني كذلك شايفة إنه في اللي عندهم أولاد، يعني في اللي عندهم أولاد، فالملائكة بتقلك في الحالة هذه أن المساعدة هي قريبة، من لأنكم عم تشوفوا في صور وفي في نافذة وفي إلهام، بتقول لك إن المساعدة هي قريبة منك، سواء كنتم منفصلين أو صار طلاق أو متباعدين، يعني أو كان يعني انفسخت شي خطوبة، فبيقول لك إنه المساعدة هي قريبة منك، ولكن أفكارك السلبية هي تحجبها عنك. فعليك بالتقرب إلى الله تعالى بالطريقة الصحيحة وترك كل الأمور عليه، يعني وتعمل هيك مديتيشن يعني، وتضلك عم تدعي، وإن شاء الله كل الأمور راح تتحسن يا برج الميزان. أنا على طول عم بنسى، ما بقول الأبراج يعني اللي موجودة. في عندي برج الثور والحمل والأسد والجدي، في عندي طاقة نارية كبيرة، طاقة ترابية عذراء، كذلك جوزاء، جدي، هوي أبراج مائية وترابية والهوائية قليلة، يعني عم شوف برج الجوزاء في عندي كذلك أبراج هوائية، صح، يعني كل الطاقات موجودة عندي. خلينا نشوف طاقتك يا برج الميزان، شو راح نلاقي يا برج الميزان. فشايفاك يعني حاسس يعني يا برج الميزان كأنك بعيد، فممكن تكون يعني بعيد يعني عن جو العائلة، أو هناك حنين لإلون، أو حنين لشخص أنت بتحبه، أو أنت في بلد تاني بعيد عن الناس اللي بتحبهم، بعيد عن جو العائلة وفي حنين لإلون، ولكن عم شوف كأنك مفتقد لدفء الأسري. كذلك شايفاك يعني بعدك بتحب الشخص هذا وحاسس انه بعيد عليك، سواء كان شخص بتحبه او زوج. وكذلك ممكن يعني يكون في عندك زواج وبداية جديدة، لان هذه ورقة الزواج.
وبداية جديدة. الورقة هذه أحيانا بتدل على شخص يعني ممكن يكون من الماضي أنت بتعرفه وبتحبه، لأن البداية الجديدة هي راح تكون مع شخص راح تحبه. يعني ممكن يكون زواج وبداية جديدة يعني مع شخص سواء كان جديد أو قديم، أو تركتوا بعض يعني ولكني شايفة بعده في ذكريات، سواء أنت اللي تركته أو هو اللي تركك، بعده في ذكريات يعني عندك. كان في كذلك صار خداع أو شغلة تركتوا بعض من خلالها، بعتذر لأني فصلت. شو كنا بنقول؟ لأني شايفاك زعلان، يعني كأنه يعني كان صار في خداع يعني تركتوا بعض أنت والشخص هذا، لأني شايفة إنه الشخص هذا كان بالنسبة لإلك توأم من الروح يا برج الميزان. وبعدي عم شوف في تواصل روحي، فاحتمال تكونوا بعيدين يعني عن بعض أو من بلدين مختلفين، أو كانت بيناتكم اختلافات يعني خلقت لكم مشاكل، أو في يعني لأنه عم شوف في خداع وفي مكر بالموضوع. كذلك عم شوف الحبيب مفتقدك يا برج الميزان.